السلام عليكم. تم رصد هذا الحيوان في منطقة تبوك، ويعتبر رتبة القوارض سنجابيات الشكل، ويسمى الزوبة طويلة الأذن. ويتضح من سلوكه الحذر الشديد. راقبته لمدة 6 أيام لم يخرج فيها للغذاء سوى مرتين. يلفت النظر بجمال ذيله وطول أذنيه وشكل النظارة البادية على وجهه، ولفت انتباهي تركيزه على اللحم دون سواه. ومما لفت انتباهي أيضا سهولة تسلقه للصخور، فسبحان من خلقه.